جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تزوجت امرأة من ابن عمها، ولكن ابن عمها كان قد رضع مع عمها الأصغر، فصار زوجها عما لها من الرضاعة. وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ماذا أفعل؟ فأنا في حيرة من أمري. السؤال: تزوجت امرأة من ابن عمها، ولكن ابن عمها كان قد رضع مع عمها الأصغر، فصار زوجها عما لها من الرضاع. وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ماذا أفعل؟ فأنا في حيرة من أمري. إذا ثبت هذا وأن زوجها رضع من جدتها أو من زوجة جدها، ولو لم يكن من جدتها وإنما هو من زوجة جدها أبيها، فإنه يكون عما لها من الرضاع. إذا ثبت أنه رضع خمس رضعات معلومات في الحولين فإنه يكون عما لها من الرضاع، فلا يجوز لها البقاء معه بعدما تبين هذا الرضاع وثبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن يرجع في هذا إلى القاضي من أجل أن يستقصي الأمور حول هذا الرضاع، فإذا ثبت لديه الرضاع المحرم فإنه يجب التفريق بينهما. نعم.